ماشي، اتفضلي دكتورة تيسير. 45 year old man present with 6 nerve palsy 7 7 affecting 7 ولا 6 7 nerve palsy affecting both upper and lower muscle of the face of the left side. He also lost the taste sensation over the anterior two thirds of the tongue of the affected side. What's the most likely site of the lesion? Central ولا anterior parietal tympani ولا upper the nerve of the gastric ولا upper nerve to stylohyoid ولا just before emerging from the stylomastoid foramen. يعني الفكرة إن هو معاه تيست كمان. التيست ده يبقى ايه بقى؟ فين مكانه؟ الليجن جاي فين بالظبط يعني؟ هو مش سنترال ومش ال مش فورم مش أول ولا آخر واحد. تمام، يبقى فاضل عندنا مش ثلاثة استنى. التانيين. تمام. على فكره متهيألي في الكوردة تمباناي، كوردة تمباناي. مش ماشي، بس مش ونفسه عارفة هو واحد مش من الكوردة ثلاثة. تمباناي كانت بتاعت التيست؟ هو ما ده مدة. هو اللي لا، مد. ما هي لو ادت بعد الكوردة تمباناي يبقى اداها، يبقى التيست شغال. افتر انت قصدك افتر كوردة تمباناي؟ لا، يبقى شغال صح، برافو عليك. يبقى جاست بيفور ما هي ده بعد برضه الكوردة تمباناي. طيب افتر نيوز تينويت سنترال بقى. هناخد رقم لا، جيجات مش مش سنترال، هو واخد سنترال. الاثنين بريزيرف افكت اللور والابر بارت من الفيس. على فكرة افتر نيرف تو دايجاستريك دي عايزة هو الاناتومي اير ميدل اير، ونشوف السيفن ده ماشي ازاي. الدايجاستريك طب دي هات اللي ايه؟ الدايجاستريك دي اللي ايه؟ ستايلوهايد. الدايجاستريك دي بتاع بقى مصل ما في النك على ما اعتقد، يعني فهو بدي ايه ذا ستايل وماستويد فورامين ما اس كومن سايت فور بريشر اوف ديفيشن نير از ات اكزيست فروم فوني كانال. This point of damage is before branching of corda tympani. تمام. Which supply taste sensation and the anterior to third of the tongue and the fit to the diagnosis here. هو يعني بالمنطق ان هو خلاص في اللي هي في الستايلويد فورامين، في الستايلوماستويد فورامين هو مكان البيل فولسي اساسا يعني. طب هات اللي بعده يا دكتور حسن، يعني هو كومنس از ذا كومنس زي ما بيقولوا هنا، بس احنا افتر ذا كوردا تمبيني داز نوت fit with the loss of sensation as a corda tympani tympani supply sensation of the tongue and facial nerve lesion must be before this point. And after nerve to digastric برضو nerve to the digastric supply the muscle which is stretch between the mastoid process and the cranium of the mandible of the chin cranium of the mandible to البرانش the ده بيبقى mandible. بعد الكوردة. ماشي. هو بيطلع من الاستايلويد فورامين ايوه، بعد ما يطلع اعمل بدي برانش بقى الكوردة، بدي برانش بتاع الدايجاستريك الأول، بدي الكوردة تمباني، بعد كده الدايجاستريك. لو قطعنا الدايجاستريك فأوريدي الكوردة شغال برضه. تمام ماشي. So supply styloid muscle lies anterior to digastric stiff after corda tympani برضه. يعني السبب ماشي. بيطلع من الستايلويد اللي هي الستايلويد فورامين دي بيدي كام برانش كده؟ بيقولك بس انسين شكل رجل البطة او حاجه زي كده، فاعتقد بتبقى اغلبها ماسكولار برانش او حاجه، بس فتلاقي بيدي هو الكوردة غير الدايجاستريك الاول، والستايلويد. بيدي الكوردة ما بعدين بتاعة المسلز. ما هو بعد ما يطلع بقى مش تمام مصويد عند يعني عند البروتيد، لما هو بيعدي من البروتيد بقى يبقى خلاص طلع من ال تمام.
سؤال اناتومي، فما نشغلش نفسنا بالاناتومي. لا بس هي الفكرة اللي هي عند برضه البروسيس ده بعدين. ده موسيقى مصيبة. اوكي طيب السؤال ايه؟ طيب مش كله ايه؟ جبت السؤال ده فقط. السؤال اللي تحت ايه اللي بروبرت نيكست ستيب جلوكوز كنترول؟ تمام مش دكراي 68 year old man who works as a part time taxi driver comes to the clinic for review of his glycemic control. His hemoglobin A1C 68 ده تقريبا 8.4 ملي مول يعني 8.4 percent. Current medication include metformin, sitagliptin. He has suffered from inferior MI something years ago and they take range of medication including bisoprolol, ramipril for management of mild heart failure. His blood pressure 119 على 82 pulse 60 regular and there is mild beating edema affecting ankles and basmati, body mass index 2 و 34. تمام الهيموجلوبين كويس، الوايت بلاد سيل البليتليت الصوديوم البوتاسيوم الكرياتينين كويس ماشي. What is the next most appropriate for glucose control؟ هتديله الاكربوز ولا الامبا جليكلوزين ولا الجليكلازايد ولا الانسولين جلارجين ولا البايو جلوتازون؟ انا هديه مش لا الصوديوم الصوديوم ماله ده اللي هديه عشان هو مع لور لمب قديمه وبعدين الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر بيبقى ايفيدنس مع الهارت فيلير. ايوه تمام ماشي. The patient need improve glycemic control without increasing risk of hypoglycemia or worsening of the heart failure. Empagliflozin, sodium glucose cotransporter type 2 inhibitor will improve hemoglobin A1C positive effect on his weight and reduction risk of cardiovascular death and admission hospital with symptomatic heart failure such as is the most appropriate choice of this here. وقالوا كمان الصوديوم جلوكوز 2 ترانسبورتر انهيبيتور كويس جدا في الاوت كام بتاع المورتاليتي والموربيديتي للعيانين اللي عندهم كارديو فاسكولار كومبليكيشن يعني. طبعا 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 ده هياخد كمان لسه في الجايد لاين اللي جاي هياخد ريكومنديشن اعلى واعلى يعني. بس هم قايلين الداتا اكتر من الامبا داتا الدابة قصدي اكتر من الامبا. هما الاثنين بصراحه حلوه وكمان بس هو مشكلته في اليورين تراكت انفكشن بس. لا او بيعمل حاجه خطيره اللي هو ايه جلايسيميك كيتو اسيدوزس يعني. فعلا. المشكله لما الانفكشن اللي شفناها بصراحه دي ما بتلقيتش فعلا. لا هو سكره كويس وهيجي بميتابوليك اسيدوزس بس هو مين اللي هيعمله اي بي جي على نورمال جلوكوز هي الفكره في كده. ماشي. 69 year old man is admitted to emergency department suffering from diarrhea and left iliac fossa pain. She tells you that the diarrhea has been mixed with blood. There is, have been previous admission with diarrhea over the past years. هو كده يبقى كده كرونز على طول. ها؟ ulcerative colitis. كرونز. ulcerative؟ ليه؟ قصدي ولا كرون؟ في الكولون سايد وبلادي ميكسد وذ بلاد كولون يبقى كرونز السرتيف ولا كرون؟ السرتيف الرايت سايد بيتهيألي اللي بتاع كرونز رايت مش هو الكرونز بيجي كانه عنده ابيدسايتس ميميكر والكرونز ده بياخد الريكتم والريكتم ده على يبقى كده صح كده. طيب هنشوف وكل كل ال كل الجي اي تي بس هو ال اكتر في الكون بس نكمل الكيس يعني. الكرونز اللي بياخد اكتر للريكتم الالسرتيف مالناش دعوه الكرونز بياخد كل حته فروم ذا ماوس تو ذا اينس هو اللي اكتر هو بيعمل الكرونز بياخد من ماوس تو اينس
الكونسرتيف بيبدأ من ال في الكولون وفي يرجع الليفت ارم الكاتريك وفي السيجمويد معلش هو ليفت، انا نكتايت. فاكراها رايت تمام معلش عشان اقول السايت ماشي حد ينبهني. طيب ماشي اوكي يبقى صح، قصدي الفرنسيه شي هاز نوت هو لوست الغريب ويت. هنا، الغريب هنا الايدج بتاعه بس 70 سفنتي الحاجات دي بتيجي سفنتي في اليونج ايدج شويه. كملوا الكيس ممكن مع تفكر في فكره الكانسر مثلا، الفايبريليشن وحاجات اللي هي تحت لا ممكن تفكر في ماس مثلا يكون كانسر وحاجات. كانسر تمام she has lost. لا انا لا انا كان في دماغي ان هو بتاع ده اللي هو حاجه زي الابنسايتس، بس انا هي اللي قلبت معايا بس عشان كده التفكير راح كده. هو فعلا قال هو كانسر مين فيهم معايا اللي بياخد كل اللير لحد السيروزا دي؟ الكرونز كرونز. يبقى كده مين كرونز بياخد كل من الماوس اللير؟ لحد يبقى كده بصي يا كرونز دكتور بياخد من الماوس لحد الانس وبياخد كل الليرز. كل تمام اللير كده ماشي بالظبط. ماشي من الاسم ulcerative يعني بياخد السوبرفيشال layers بس عشان تبقى تحفظي. كرونز بياخد بالعكس بقى كل اللير. طيب بعدين she has not lost weight. مفيش loss of weight and admitted to constipation over the past few years. She takes ramipril diltiazem for treatment of ischemic heart disease. The hair plus regular is regular in emergency department with hair ECG reveal no AF. مفيش examination reveal ill-defined mass and pain in the left iliac fossa. الهيموجلوبين 13 و3 هي في مين صح ماشي. الواد is not cell كويسة. platelet سي reactive بروتين عالي قوي 271 صوديوم بوتاسيوم كرياتينين عالي سنه ظنن اكس راي نو ايفيدنس اوف بروفيشن كولون لودد ويز فيسز. تمام ايه الدايجنوزس؟ كرونز دايفيرتيكولايتس اسكيميك كولايتس رابتشر السي ار بي اوفرتي عالي قوي واليوكوسايت 14 ممكن اسكيميك كولايتس ولا حاجه ودايفرتيكولايتس. ممكن نستبعد كده كرونز ابسس في الايدج ده ما يجيش. دايفرتيكولايتس ممكن يعمل بلاد دايريا، ممكن يعمل برضه بس ما كانش معاه ماس، وبيجي على الرايت سايد خلي بالك في بيجي ماس عند هذه الاسكيم اسكيميك كولايتس. كولايتس اسكيم كولايتس ما يا هوش اي جماعة اف بس. في ماس في الاكزامينيشن يا جماعة ايه اللي بيعمل في دول ماس؟ مش هو كاتب ماس ولا كاتب نو ماس؟ ويل ال ديفاين ممكن سيجمويد ال ما ديفاين هو لازم ماس. ايه اللي بيعمل ماس في دول؟ بس السيجمويد في على الاكس كانس. سايد السيجمويد يعني ده تصوري البليدنج، للموضوع كمان ده لا بس قصدكم يعني عندك ان هو تيومر يعني؟ لا لا بس كان وبعدين يعمل انيميا جديده او حاجه وكان ويت يعمل كيس. بويت لوس مثلا. هو ممكن دايفرتيكولايتس، ممكن دايفرتيكولايتس دايفرتيكولايتس بتعمل ماس تبقى عامل زي لما تسال كده امباكتد الفيكن الكيس هي في دي مين ماس. رابطة للدونين سيست ممكن مثلا. لا هي دايب انا عارف هو بي اور اي يعني بس هو السجمويد فعلا مش وبعدين لا الكانسر مش عالي الانيميا السيرفي والوزن مش جاي مع القصه دي مع يلا بي يا دي دكتور دكتور يلا حسن بيتوقع بس ايوه اطلع على البروبلم اطلع في اولد ايج اطلع على البروبلم لانه انا شايفه انه patient have been to previous admission يعني هو يعني هو المشكله اللي عنده حاليا هي complication. هو عنده two admission of diarrhea over past year diverticulitis. تمام هو كان عنده constipation في past few years ممكن تبقى diverticulitis. ايوه diverticulitis بيعمل يعني ده constipation صح بالظبط يعني ممكن هو بياخد يكون اسريتيف و هي كده diverticulitis كده. لا برافو عليك، لو نمتحن مع بعض هننجح ان شاء الله. لا بس هي كيس برضو صعبه مش سهله. طيب هي مش سهله هي ill defined mass يعني هو تصوري ان هي لو كان عنده malignancy يعني كان اتلقط كمان يعني هو ادمت مرتين فاكيد عملوا كولونسكوبي يعني مش اكيد مش لا هو هيقعد يا ده دكتور كله. لو كده بالمنظر ده بس مع انيميا ويت لوس وكمان السي ار بي مش عالي قوي كده ممكن تقولي مثلا كارسينوما في الايدج ده، لكن هو الانيميا بتاعته كويسه والسي ار بي عالي جدا يعني ده في الانفلاميشن معاه. صح تاني حاجه كرونز مستبعد لانه اولد ايدج، كرونز ده بيجي العيال الصغيره الشباب الصغير الكلام ده.
دايفرتوكولايتس برضو ولا لايكلي على الليفت سايد برضو وعلى الليفت سايد هو على الرايت سايد تشكي ابنسايتس لو في مياس على الليفت سايد على الراي على الليفت سايد تشكي دايفرتوكولوزيس او دايفرتوكولايتس او حاجه تمام ماشي قتل الاكسبلينيشن يا دكتور حسن clinical scenario here with recurrent diarrhea and left iliac fossa pain and on this occasion possible diverticular abscess. This will affect with the diverticulitis as the most likely cause of symptoms. A patient with constipation or increased the risk of diverticular disease. And the lymphedema is recognized as a cause of constipation. It's possible that the diarrhea may represent the overflow against background of constipation and they may occur as a result of local inflammation, chronic inflammation. Treatment following the acute event should be include increased fluid intake and soluble fiber. Tamam. Confirmatory test for acromegaly. طيب ماشي جلوكوز تولرانس تيست وذ جروث هرمون ولا جلوكوز ولا انسولين تولرانس تيست وذ جروث هرمون ولا ام ار اي بكتري ولا راندوم جروث هرمون ميجرمنت ولا انسولين لايك جروث هرمون فور بايندينج بروتين 3 انسولين جروث فاكتور متهيألي انسولين لايك انسولين لايك جروث فاكتور لا غلط قلت جلوكوز على فكره جلوكوز تيرمنت انا داخل انت جلوكوز هو في واحد كان انيشال وفي واحد كان كونفيرماتوري عايزين نثبتهم بقى الانيشال الانسولين لايك وانا ما كنت ممكن الانسولين لايك اهو نجيبه ده confirmatory لا الانسولين لايك ده confirmatory ايه في واحد انيشال اللي هو الجلوكوز تولرانس ده الانيشال هو طالب هو عايز الكونفيرماتوري لا عايز الكونفيرماتوري كونفيرماتوري الجلوكوز تيست جروث هرمون جروث هرمون ميجرمنت الالغو انسولين هو ده اللي هو اسمه انسولين جروس فاكتور صح ولا اسمه اي اي جي اف ده اللي هو ايه ايوه انسولين جروس فاكتور صح 1 significantly rise and it's important to confirm that the growth hormone is not suppressed during local glucose tolerance if the growth hormone fails to suppress below 1 milligram per liter then diagnosis of acromegaly is confirmed and the pituitary MRI logically a next step تمام خلاص تمام انا كنت بدور على الـ MRI هنا ما كانش حاططها كان حاططها طيبه لخبطنا ليه كده لا ما هو انت لازم تعمل الـ MRI انت بعد ما تعمل وفيل ان هو يسبريس انت كده بتدور بتعمل MRI لا انا هقول لكم وين الكلو هنا هو جايب الاوبشن احنا هو طبعا هو فعلا الانسولين جروث فاكتور تمام بس هو وين حاط الخيار ايه سيرم انسولين لايك جروث فاكتور بايندينج بروتين 3 يعني احنا تلخبطنا في انه البايندينج بروتين 3 فهم الاثنين بيمشوا يعني الاي جي اف 1 والجلوكوز تولرانس تيست بس هنا يعني لو احنا يعني تركزنا في الخيار الاخير هنلاقي بايندينج بروتين 3 which is انه ما موجود اساسا في الاكروميجين هو بروتين في الاول والاخر مالوش علاقه بالموضوع لا هنا 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 اي جي اف 1 وهنا الخيار اللي موجود هنا اي جي اي جي اف بايندينج بروتين 3 يعني هي يعني تمويه يعني ادي الكارير بتاع ال هو اي جي بي 3 the main binding protein for اي جي اف 1 does not significantly contribute يعني هو ده
اللي بيمسك المكان اللي بيمسك فيه الاي جي اف 1 ده كارير زيه زي الالبومين كده، او ده زي ممكن كارير مثلا او كده، صح؟ بس ومالوش علاقة بالتستينج. ملوش علاقة بده، صحيح. بالظبط، هو كارير زيه زي الالبومين كده. طب والاي جي اف 1 اصلا كمان بيزيد هنا، بس بيقول ايه، مهم ان انت تكونفيرم يعني مش سبريسد بالاورال جلوكوز. بس انا اعمل ايه في الاول دلوقتي؟ هو المفروض الجروس هرمون لما يبقى فيه جلوكوز كتير المفروض بيبقى سبريسد اقل من 1 جرام بالليتر. طب ما حصلوش سبريشن، يبقى فيه مشكله، في حاجه اوتونوماس شغاله في باثولوجي ما، فساعتها بقى اعمل بيتيوتر اشوف فين التيومر. يعني انا بعمل الاثنين مع بعض، الجلوكوز تولرانس تيست واشوف السبريشن بتاع الانسولين جروس فاكتور، صح كده ولا ايه؟ لا، الانسولين جروث فاكتور ليفل دي اللي بتتقاس، وبعدين بديله جلوكوز اشوف بقى هل هيحصل له سبريشن للجروث هرمون ولا لا. يعني يعني الليفل دي بتتقاس، دي حاجه. الحاجه التانيه اللي هو جروث هرمون سبريشن، بدي جلوكوز يعتبر الاثنين واشوف مع هل بعض الانيشال ستيب، صح كده؟ معلش هو بقى، انا فاكره ان انا فاكره معلش لو تشرح بس اللي قريته من شويه ده، ما فاتني بصراحه. ما احنا في الاول بنقيس اللي هو الانسولين لايك جروث فاكتور ده، فهو ده المفروض يبقى ريز، ده ساين ان في اكروميجالي. بعدين انا عايزه اتاكد هعمل ايه تاني، هدي له جلوكوز. المفروض الجروث هرمون ان ريسبونس يبقى فيه جلوكوز بيقل بنسبه، المفروض يقل اكتر من 1 مللي جرام بر لتر زي ما هو كاتب. طب لو ما قلش ده معناه ان في حاجه اوتونوماس، ان في ادينوما، ان في تيومر، في باثولوجي، في حاجه شغاله مش بالنورمال سبريشن اللي شغال في الجسم، يعني هي شغاله مع نفسها. فده بيكونفيرم ان في ادينوما او في تيومر. ساعتها بقى بعمل ام ار اي بيتيوتري اتاكد ان فين بقى التيومر، اعمل له لوكاليزيشن او كده. ايوه، انا معنى كلام حضرتك ان انا بعملهم الاثنين كفيرست ستيب، الانسولين جروث فاكتور